ومشاهدينا نتابع الآن المظاهرات على شاشة القاهرة الإخبارية، مظاهرات في إسرائيل في تل أبيب من قبل أهالي المحتجزين لمطالبة نتنياهو بالقبول بالصفقة أو القبول بأي توافق حول إطلاق سراح المحتجزين. ويعني نحن نتابع منذ اليوم الأول لهذا العدوان المطالبة من قبل أهالي المحتجزين لنتنياهو بضرورة القبول بالصفقات للإفراج عن المحتجزين. والآن نتابع هذه المظاهرات في تل أبيب للضغط عليه للقبول بالصفقات للإفراج عن المحتجزين.